الرحمن الرحيم، شكرا السي عبد القادر السبيطي، شكرا للموقع العرائش انفو، العرائش انفو على الاستضافه. كما كتعرفوا اليوم كان عندنا افتتاح ديال فعاليات مهرجان العرائش من خلال الندوه الصحفيه اللي تقدمت اليوم وعلنا فيها على البرنامج ديالنا. البرنامج غيمر لي باسبوع وكيجسد او كيحاول يجسد اسبوع العرائش، لانه تنوع مجموعه من الفقرات الفولكلوريه الشعبيه اللي غتمر سته ايام وسهرات غنائيه. فمرحبا بسكان مدينه العرائش باش يحضروا ويتمتعوا بهذا الاسبوع هذا. كالبعد الدولي هذا العام ان شاء الله راه كاين دوله قطر غتحضر معنا ان شاء الله بكل القوه ديالها وكل الاراده ديالها وكل التصور في الفلوري ديالها غتحضر معنا ان شاء الله من خلال السباق السلوقي وتنظيم مجموعه من المسابقات على مستوى الراس، على مستوى ديال الرمايه ويسمى بالتيرو بلا، كذلك مسابقه النيبال. كما كتعرفوا حنا قدمنا مجموعه من الطلبات او من الاستدعاءات للدول الافريقيه كما جرت في الدوره تسعود على ما اظن. كانوا مجموعه من الدول الافريقيه حضروا معنا لان كان سياق دولي استفدنا منه، وبالتالي حاولنا نستقطبوا 35 دوله افريقيه كانت شاركت معنا بعروض فولكلوريه. حاليا راسلنا كاين استجابه من بعض الفعاليات المدنيه على المستوى الدولي، ولكن كاين اكراه ديال الانتقال من الدولة الشقيقة اللي غتجي للمغرب، كاين إكراه مادي أو إكراه مثلا لوجيستيكي، يعني الدعم باش يقدروا يجيو أنهم يعرضوا الفولكلور ديالهم أو يقدموا ما هو التراث أو الثقافة ديالهم هنا معنا في الفيستيفال ديالنا. ولكن جميع الكفاوي تعملوا جاهدة من أجل أنها تحاول تخلق جسر تواصل قوي وتحاول تشوف الإمكانيات باش تقدر أنهم يتوفقوا ويحضروا معنا. بالنسبة للاستمرارية ديال بعض الفقرات اللي كان في تعال الجالية خاصة بتكريمة بعض الجالية أو إدماج أنشطة خاصة بالجالية، يعني شنو هي الإكراهات اللي كتواجهكم يعني ما يخص استمرار هاد الفقرات اللي تنظم الأنشطة ديال الجالية؟ بالنسبة للجالية هي مرحب بها طبعا، وهادشي هذا راه كتستافد منه الجالية لأنه كيجي في واحد المرحلة الجالية المغربية بما يخرج كتحضر في مدينة العرايش، وكما كنعرفوا أن جالية مهمة عريشية أنها كاينة في الخارج وكتجي كتستافد. بالنسبة للأنشطة راه الحمد لله هاد السنة هذه عندنا واحد الشابة أنها كتعيش كتعتبر من الجالية المغربية المقيمة في الخارج وعندها عقود فنية في الخارج، أنها قدرت تقنع الشركة ديالها وأنها غادي تحضر في المدينة ديال العرايش وغتقدم معها ديالها. جمعية تعمل جاهدة باش من أجل وضع برامج كتماشى مع الجالية المغربية باش يلقاو الراحة ديالهم، أنهم يفكروا دائما يجوا لمدينة العرايش ويحضروا لأنهم غيلقاو ذاتهم وغيلقاو أنشطة كتمثلهم. وشكرا.